صباح الخير بندر، صباح الخير عمار، برحب فيكم بمحاضرة الإدارة المالية اس ام 107 للشابة الثالثة. اليوم الجمعة 12 7 مو 11، بكون لحظة 12 7 2015، جلستنا رقم 12. طبعا هذا ضمن اطار فصل الدراسي اف 18 لبرنامج الام بي اي. صباح الخير جميعا، بندر، عمار، مناف، اهلا وسهلا. طبعا كالعاده وخاصه انه درس اليوم ما هو طويل، اللي حاعمل استعراض للدرس الماضي بعشر دقائق منه، بستفاد منه الطلاب اللي اجوا متاخرين ما بيكون راح عليهم معلومات جديدة، وبنفس الوقت نحن يعني معنا وقت كافي لحتى نغطي هالنقطة هاي. الموضوع اللي بلشنا فيه من درسين بالأساس هو الاستثمار. قلنا الاستثمار عملية مهمة، ودور المدير المالي باختيار الاستثمارات والمفاضلة بيناتها واستخدام الطرق العلمية، ودور أساسي وفعال. اي خطأ باختيار الاستثمارات كارثي، وإلا لأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار اللي يؤدي الى زيادة الانتاج، اللي بيؤدي الى خلق فرص عمل، اللي بيؤدي الى زيادة الناتج القومي، اللي بيؤدي الى رفع الدخل ورفع مستوى المعيشة، اللي بيؤدي الى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك. قلت انه الاستثمار هو التخلي عن اموال يملكها المستثمر لفترة زمنية طويلة مقابل واحد انه استرداد هذه التدفقات بقيمتها الحالية بعد فترة من الزمن. اثنين، الحصول على مبالغ تغطي الفرق الناجم عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة. ثلاثة، لازم الاستثمار يعطي معدل عائد او عائد بتناسب مع درجة المخاطرة. حكينا انه الاستثمارات بالواقع تحتاج الى اموال كبيرة، واي خطأ باختيار الاستثمار ممكن يكون كارثي بالنسبة للمنشأة. وقلنا دراسة جدوى الاستثمارات مبنية على التنبؤ، والمشكلة انه التنبؤ، عملية التنبؤ تخضع لعناصر لا يمكن السيطرة عليها، مثل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الاذواق وغير ذلك. وقلت ايضا انه نحن بالواقع مهما كانت الاموال اللي عندنا متاحه للاستثمار كبيره، ففرص الاستثمار ايضا كثيره، لذلك نحن ما لازم نرتكز على فرصه استثمار واحده، يجب ان نبحث عن فرص استثمار ونفاضل بيناتها ونختار الافضل بيناتها. ولا تنسوا انه نحن اختيارنا وبدأنا بتنفيذ الاستثمار يعني نحن قرار نهائي، يعني لا يمكن الرجوع عنه، لانه كل المبالغ اللي تندفع تعتبر تكاليف غارقه لا يمكن استردادها في حال التراجع عن القرار. الاستثمار لحتى يكون جيد لازم ينبنى على ثلاث مبادئ. اول شيء انك تبني استراتيجيه ملائمة للاستثمار، يعني تقول هاي الدوله والله الاستثمار بالانشطه الزراعيه هو الافضل، هاي الدوله في عندها القطن وبالتالي انشاء معامل ل تصنيع الملبوسات القطنية جيد لأنه المادة الأولية متوفرة والأيدي العاملة متوفرة، فالاستراتيجية بترتكز على صناعة القطنية وهكذا. ثاني شيء لازم لما بدك تتخذ قرارك تبنيه على المبادئ العلمية لاتخاذ القرار. أول خطوة بنحدد شو المشكلة، او الاستراتيجية، تاني خطوة بنحط البدائل، ثالث خطوة بندرس البدائل مقارن بيناتها، وبعدين نختار البديل الافضل. واهم شيء انك ما تنسى تربط العائد بالمخاطرة، وهي نقطة بالواقع كانت نقطة ضعف عند عدة طرق بدراسات الجدوى. حكينا انه الاستثمار بالواقع لازم يكون علمي، ولحتى نبتدي بدراسة جدوى الاستثمار لازم ما ننسى انه لازم نحن نعرف انه النقود الى خمس قيم، هذا مهم للفحص، الى قيمة حالية، قيمة مستقبلية، قيمة زمنية،
قيمة حقيقية وقيمة متوقعة للنقود. قلت لكم الثلاثة الأولانيات بيرتبطوا ببعض. فأنا لما بحط مبلغ باستثمار معين معدل العائد تبعه 20%، بتكون قيمته الحالية هي المبلغ اللي حطيته. طيب قيمته المستقبلية، لأنه مو هذا المبلغ اللي هو أنا عم بتخلى عنه والانتظار لفترة مستقبلية للحصول على تدفقات. طيب المبالغ المستقبلية قديش؟ القيمة المستقبلية تساوي القيمة الحالية ضرب 1 زائد معدل العائد قوة N. فأنا إذا معدل العائد 20% وحطيت المبلغ بمشروع لمدة 5 سنين، فبصير مع فوائده المركبة مع عائداته ومع كل شيء بنهاية ال5 سنوات، فرضا حطيت 100 مليون، 100 مليون ضرب 1 زائد 20% قوة 5، بيطلع معي شو قيمة المبلغ المستقبلية. طبعا بالعكس، اذا انا عندي القيمة المستقبلية وبدي رجع لها قيمتها الحالية، لانه شفنا نحن نضطر انه التدفقات النقدية الداخلية لحتى نشوف جدول الاستثمار رجع لها قيمتها الحالية، فبنعمل عملية عكسية. يعني اذا عندنا القيمة المستقبلية بنقسمها على 1 زائد K قوة N، او بنضربها بواحد على 1 زائد K قوة N، فبيطلع معنا القيمة الحالية للاستثمار. اما القيمة الزمنية للنقود فهي الفرق ما بين القيمة المستقبلية والقيمة الحالية. حكينا عن القيمة الحقيقية للنقود. قلت لكم القيمة الحقيقية للنقود هي كمية السلع والخدمات يلي ممكن نحصل عليها مقابل هذه النقود، مو المبلغ المكتوب عليها. وتساوي قيمة النقود على الرقم القياسي للأسعار ضرب 100. وإذا بتتذكر يا أمين، قلت الرقم القياسي للأسعار هو 100 زائد التضخم، فالتضخم 10% يعني 110، بنقسم على 110 ونضرب ب 100. أخيرا حكينا عن القيمة المتوقعة للنقود، وإنها هي حاصل ضرب المبلغ المتوقع الحصول عليه ضرب نسبة التوقع. فإذا كان في عندي مشروعين، المشروع الأول بتوقع يجيني منه حسب دراسة الجدوى 1 مليون ليرة بالسنة، لكن نسبة التوقع 70%، معناتها القيمة المتوقعة النقود 1 مليون ضرب 70% يساوي 700 ألف. عندي مشروع تاني بتوقع يجيني منه أقل، 900 ألف، لكن نسبة التوقع 90%، ف 900 ألف ضرب 90% بيعطيني 810 ألف. أنا بالواقع إذا كنت عم فاضل ما بين البديلين بختار البديل الثاني، بختار البديل الثاني لأنه قيمة المتوقع للنقود أعلى. حكينا بعد منا عن الطرق اللي بندرس فيها دراسة جدوى الاستثمارات، وقلنا في عنا 3 طرق، 4 طرق بالأحرى، طريقتين تقليديات وطريقتين حديثات. الطرق التقليدية ما بتأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود، وهلا حنشوفهم نراجعهم مع بعض 5 دقائق. أول طريقة كانت معدل العائد المحاسبي، وبعض المراجع يا بندر بيسموها معدل العائد على الاستثمار. وقلنا معدل العائد المحاسبي او معدل العائد على الاستثمار يساوي متوسط صافي الربح على متوسط الاستثمار. قلت لكم ليش متوسط صافي الربح؟ لان المنشأة اثناء حياتها بتمر بعدة مراحل، مرحلة الاعداد، مرحلة الانطلاق، مرحلة النمو، مرحلة النضج، ومرحلة الزوال. فانا ما بقدر اخذ سنة لا بالاول ولا بالاخير ولا بالنص، لازم اخذ متوسط الارباح تبع المشروع خلال مراحل حياته. ليش على متوسط الاستثمار؟ لانه المحاسبة تعتمد على عملية الاهتلاك، والاهتلاك هو التوزيع المنظم لكلفة الاصل على عمره الانتاجي. فكل سنة بنسجل مع المصاريف مبلغ هو حصة من كلفة الاستثمار. هالعملية هي استرداد لرأس المال. وبالتالي لما بيكون عندي آلاف كلفتهم 100 مليون وعمرهم 10 سنين، فبنهاية السنة الأولى بنحط ضمن المصاريف 10 مليون اهتلاك، فبتصير قيمة الآلات اللي بالاستثمار 90 مليون، بالسنة اللي بعدها 80 مليون، فالاستثمار يتناقص بسبب الاهتلاك. لذلك ناخذ متوسط الاستثمار. خدنا مثال، طبعا قلت لكم بالبدايه انه اذا كان عندي عده بدائل بحسب معدل عائد محاسبي لكل بديل، وبعدين بختار البديل اللي بيعطيني اعلى معدل عائد محاسبي.
اما اذا ما عندي غير بديل واحد، انا بقول من البدايه والله انا هذا المشروع بقبله اذا بيعطيني معدل عائد 30%، بعدين بحسب معدل عائد محاسبي، فاذا اعطاني 30% او اكثر بقبله، اذا ما اعطاني بربطه. هذا بالنسبه لمعدل العائد المحاسبي، قلت لكم هو طريقه حلوه، وهي الطريقه نحن بالواقع بياناتها متوفره عندنا بتكون، لكن يعاب عليها ثلاث شغلات. اولا ما بتاخذ بعين الاعتبار قيمه زمنيه النقود، يعني بتقارن مبالغ بندفعها اليوم مع مبالغ بنقبضها بعد سنه وبعد سنتين وبعد 10 سنين. ثانيا ما بتاخذ بعين الاعتبار درجه مخاطره، يعني قلت لكم انه مشروع اعطاني 50% والمشروع الثاني اعطاني 48%، وفق طريقة معدل عائد محاسبي لحقبل الاول وارفض الثاني. لكن اذا قلنا انه الاول في مخاطرة كبيرة والثاني ما في اي مخاطرة، ما طريقة استخدامنا للطريقة غلط، لانه ما تنسوا انه المبدأ الاساسي ضرورة ربط العائد بالمخاطرة، الطريقة ما تربط العائد بالمخاطرة. العيب الثالث انه انا قلت لكم لما بيكون عندي بديل واحد بقول والله انه انا هذا البديل بقبله اذا بيعطيني 30%، بعدين بحسب معدل العائد المحاسبي. طيب هي 30% شلون انا حطيتها وعلي اساس؟ ليش مو 32 او 25؟ فهون اختياري للرقم عم يكون عشوائي غير دقيق، وهذا بضعف من قوة الطريقة. انتقلنا بعد منها وطبعا حلينا تمرين عليها حلو كتير، لا تنسوه مهم جدا. بعد منا حكينا عن طريقة فترة استرداد رأس المال. قلنا بما انه نحن وخاصة نحن بالدول النامية بحالة عدم استقرار، وبما انه الاستثمار مبني على التنبؤ والتنبؤ يخضع لعناصر لا يمكن السيطرة عليها، وبما انه رأس المال جبان، فافضل شيء بالنسبة للمستثمر انه يختار المشاريع الاستثمارية يلي بيسترد فيها رأس ماله بأسرع وقت ممكن. هاي سميت لكم يا سياسة دروب وقروب، يعني انا بدل ما اعمل معمل وجيب عمال وكذا، وهذا غلط طبعا، مو انه بروح انا والله بشتري بستورد بضاعة من الصين وببيعها وبربح فيها وخلصت الشغلة. فكيف نحسب؟ طبعا اذا عنا عدة بدائل وفقا لطريقة فترة استرداد رأس المال يا مناف، بنحسب فترة استرداد رأس المال لكل بديل، وبعدين بنختار البديل اللي بنسترد فيه رأس مالنا بأسرع وقت ممكن. أما إذا ما عندنا غير بديل واحد فبنعمل مثل ما عملنا بطريقة معدل عائد محاسبي. بنعمل مثل ما عملنا بطريقة معدل عائد محاسبي، يعني بنقول والله هذا المشروع بنقبله إذا بنسترد فيه رأس مالنا بخمس سنين، بعدين بنحسب فترة استرداد رأس المال. حساب فترة استرداد رأس المال مهم يا عمار للفحص، انتبهوا لا تنسوا. في عندنا ثلاث احتمالات بعملية حساب فترة استرداد رأس المال. ثلاث حالات، يعني مو هن ثلاث طرق، ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع الاستثماري متساوية، منقسم كلفة الاستثمار على التدفق النقدي السنوي، فبيعطيني قديش فترة استرداد رأس المال. يعني إذا المشروع كلفته 100 مليون وبيجيني منه كل سنة 20 مليون، ف 100 مليون على 20 مليون معناتها فترة استرداد رأس المال 5 سنوات بالتمام والكمال. إذا كانت التدفقات النقدية غير متساوية، هون في عندي حالتين. اما بيطلع معي عدد كامل من السنوات او بيطلع معي سنوات واشهر. فلو افترضنا انه المشروع تبعنا اللي كان بحكي عنه كلفته 100 مليون وبيعطيني بالسنة الاولى 50 مليون وبالتانية 30 وبالتالتة 20 وبالرابعة 40، فمعناتها فترة استرداد رأس المال 50 و30 و80 و20 100، 3 سنوات بالتمام والكمال بتكون استردينا رأس المال. اما لو كان المشروع اللي كلفته 100 مليون بيعطيني بالسنة الأولى 50 وبالثانية 30 وبالثالثة 80، هذا تجميع تراكمي، فخمسين وثلاثين ثمانين بقيان للمية 120، بينما بالسنة الثالثة بيجينا 80، فبقسم المبلغ البقيان على المبلغ اللي بيجيني بالسنة الأخيرة ضرب 12، فبيطلع معي كم شهر؟ فبيطلع معي مثلا بالمثال تبعي 2 و3 شهور. هلا أخذنا مثالين أو مثال أساسي عليها عن مشروع مثل ما شفنا،
وطلع معنا انه فتره استرداد المشروع الاول اللي هي سنتين واربع اشهر اذا بتتذكروا، بينما فتره استرداد المشروع الثاني هي 4 سنوات. وعلى اساس مبدا الاسلوب او قواعد تبع طريقه فتره استرداد راس المال، لما بيكون عندي عده بدائل بختار البديل يلي بستند فيه راس مالي باسرع وقت، يعني رح اختار البديل الف. لكن يعاب على هذه الطريقة، وهذا من خلال مثال بيبان معنا. اولا انه ما عم تاخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية النقود، يعني عم تقارن المبلغ 6000 اللي بندفعه اليوم مع مبلغ بنقبضه بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاثة وبعد اربعة وبعد خمسة وبعد ستة، وهي مقارنة غير منطقية لان النقود ما لها نفس القيمة الحقيقية. ثانيا ما عم تاخذ بعين الاعتبار درجة المخاطرة. وين المخاطرة؟ مو موجودة، ما اخذينا بعين الاعتبار نهائيا. ثالثا ما عم تاخذ بعين الاعتبار التدفقات النقدية اللي ممكن تحصل بعد فترة استرداد رأس المال. فشفتوا ان المشروع الاول يعني حتى يسترد رأس ماله بتقريبا نصف السنة الثالثة، بعد منها بيبقى 1800 بيجوا فقط بعد فترة استرداد رأس المال، بينما المشروع الثاني بيجي بعد منا 6600. اذا هو ما عم ينتبه للتدفقات النقدية يلي ممكن تحصل بالمشروع بعد فترة استرداد رأس المال. النقطة العيب الاخيرة هي متعلقة لما بيكون عندي بديل واحد، مثل ما قلت لكم بقول والله انه بقبل هالمشروع اذا بسترد فيه راس مالي بخمس سنوات. طيب ليش خمسه مو سته؟ ليش سته مو اربعه؟ يعني هون ما في اسلوب علمي لتحديد هالقصه هي. انتقلنا بعد منها على الطرق الحديثه، وقلنا من اشهر الطرق الحديثه هي طريقه صافي القيمه الحاليه نت بريزنت فاليو NPV. وقلنا الطريقه هي بالواقع مهمه جدا لانه بتاخذ بعين الاعتبار كل الضروريات اللازمه لدراسه جدوى الاستثمار، وبترجع للتعريف بتطبق التعريف بدقه. الاستثمار هو التخلي عن اموال يملكها المستثمر مقابل لفتره زمنيه طويله، مقابل انتظار لفتره زمنيه للحصول على تدفقات نقديه تعوض عن القيمه الحاليه لهذه الاموال، وتعوض عن النقص الحاصل بالقوة الشرائية، وتعطي معدل عائد بيتناسب مع درجة المخاطرة. فالقصة أنا لحتى أكون منطقي وعلمي بشغلي لازم أنا ما بقدر قارن المبالغ اللي بدفعها اليوم كلفة الاستثمار مع المبالغ اللي بقبضها بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاثة، أصلا ما ممكن جمعهم مع بعض وما بقدر اطرح منهم كلفة الاستثمار. طيب شو الحل؟ برجعهم لقيمتهم الحالية. المبلغ اللي بدي اقبضه بعد سنة برجعه لقيمته الحالية، إذا معدل العائد 10% بضربه بواحد على واحد زائد 10% هو واحد، بيكون رجع لقيمته الحالية. والمبلغ اللي بدي اقبضه بعد سنتين برجعه لقيمته الحالية، بضربه بواحد على واحد زائد 10% هو اثنين، والمبلغ التاني وهكذا برجعه لقيمته الحالية. بعد ما رجعهم لقيمته الحاليه بجمعهم وبطرح منهم كلفه الاستثمار، فبيطلع معي صافي القيمه الحاليه. اذا عندي عده بدائل بحسب صافي القيمه الحاليه لكل بديل، وبختار بعدين البديل يلي بيعطيني اعلى صافي قيمه حاليه. اذا عندي عده بدائل بحسب صافي القيمه الحاليه لكل بديل وبختار البديل يلي بيعطيني بختار البديل يلي بيعطيني اعلى صافي قيمة حالية. اذا ما عندي غير بديل واحد بحسب صافي القيمة الحالية. فاذا طلع الجواب صفر او موجب بقبل المشروع، اذا طلع سالب برفض المشروع. وقتها سألني مناف المشروع اذا صفر تقبل المشروع، شو المشروع يلي ربحه صفر؟ لا مو ربحه صفر، انت لما عملت مشروع مدته 5 سنين وقلت لك انا معدل العائد معدل الخصم اللي بدك تستعمله هو ذلك المعدل الذي يقبل به المستثمر للاستثمار في مشروع معين له درجه معينه من المخاطره، ف
فانت عم تقيم التدفقات النقديه اللي بدها تجيك عم تقيم منها 30% مركبه، وبعد ما عم تقيم منها 30% مركبه عم تجمعهم وتطرح منهم كلفه الاستثمار، فبيطلع معك صافي القيمه. فاذا طلع الحاليه، فاذا طلع صفر معناتها المشروع اعطاك 30% بالضبط، تمام. اما اذا طلع موجب معناتها المشروع بيعطي اكثر من 30%، واذا طلع سالب معناتها المشروع ما بيعطي 30%. طبعا شفنا مثالين عليها اذا بتتذكروا. المثال الاول كان عن جهاز طبي بدنا نشتريه كلفته 25 مليون، بيجينا اول عمره 3 سنين، اول سنه بيجينا منه 15 مليون والثانيه 10 والثالثه 8. مثل ما قلت لكم ما بقدر اجمعهم هدول مع بعض واطرح منهم 25 مليون، لازم رجع هدول المبالغ كلياتها لقيمتها الحاليه. طبعا المبلغ اللي دفعته كاستثمار قيمته الحاليه 25 مليون مثل ما هو. اما 15 مليون بدي رجعها لقيمتها الحاليه، اذا معدل الخصم اللي بده اياه معدل خصم 12% حسب نص المساله، فبضرب ال 15 مليون بواحد على 1.12 قوة 1، يعني بيطلع معي 1 على 1.12 قوة 1 بيطلع معي 0.8929، فبيطلع معي انه قيمتهم الحالية 13 مليون 393 الف. يعني 15 مليون بدهم بعد سنة قيمتهم الحالية 13 مليون 393 الف، العشرة مليون يعني بدهم بعد سنتين حتى رجعهم لقيمتهم الحالية بنضربهم بواحد على 1.12 قوة 2 فبيطلع معي 0.7972، رجعوا الثالث هيك. هلا بامكاني اجمع الارقام اللي التدفقات الداخلية بعد ما رجعتها لقيمتها الحالية، فطلعت معي 27 مليون و59 الف، وصار بامكاني اطرح منهم كلفة الاستثمار اللي هي 25 مليون، فطلع معي 2 زائد 2 مليون و59 الف. المشروع مقبول لانه صافي القيمة الحالية موجب. اذا كان في عدة بدائل تانية لا بستنى لاحسب صافي القيمة الحالية لكل بديل وبعدين بختار البديل يلي بيعطيني اعلى صافي قيمة حالية. نهاية بحثي الدرس الماضي، طولنا والله بس معنا وقت ما في مشكلة، بطريقة اسمها معدل العائد الداخلي. قلت لكم رح احكي لكم عنها نظري وما حطالبكم فيها عملي. هي من نفس طريقة صافي القيمة الحالية، بس بدل ما اختار معدل خصم يلي بده اياه صاحب المشروع بجرب بالتجربة والخطأ. فأنا بختار معدل خصم 10% وبخصم التدفقات النقدية المتوقعة بالمشروع ب 10%، وبعدين بجمعهم وبطرح منهم كلفة الاستثمار. فإذا طلع معي صافي القيمة الحالية موجب معناتها هذا المشروع بيعطي معدل عائد داخلي أكثر من 10%. التم بجرب لأصل لرقم مثلا 18%، هذا اللي أعطاني صافي قيمة حالية صفر، معناتها هذا المشروع معدل العائد الداخلي تبعه 18%. إذا عندي عدة بدائل بكرر نفس العملية لكل بديل وبعدين بختار البديل يلي بيعطيني أعلى معدل عائد داخلي. إذا ما عندي غير بديل واحد بقول إنه أنا هذا بقبله لأنه منيح معدل العائد الداخلي تبعه 20%، وبالتالي أنا بقبله. قبل ما انتقل لدرس جديد وفقط المهمة، طيب المخاطرة وين يا دكتور اخذناها؟ هلا لما انا بيكون في عندي عدة بدائل الاستثمار، واحد مثلا في مخاطرة عالية والثاني مخاطرته اقل والثالث ما في اي مخاطرة، لحتى اقدر فاضل بيناتهم ما بقدر استعمله نفس معدل الخصم. فبستعمل بالنسبة للبديل يلي فيه مخاطرة عالية معدل خصم 30%، وبستعمل بالنسبة للمشروع يلي فيه مخاطرة بسيطة معدل خصم 20%، وبستعمل للمشروع يلي ما فيه اي مخاطرة معدل خصم 12%، بعدين بقارن النتائج مع بعضها، تمام. فبهيك حالي انا بكون دخلت المخاطرة بعين الاعتبار، فأخذنا القيمة الحالية وأخذنا التضخم وأخذنا سعر الفائدة بطريقة صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي، نحن أخذين كل العناصر بعين الاعتبار. الشيء اللي كنا هو الاستثمار له شكلين،
الشكل الاول يا بندر هو التوسع الداخلي، هذا اللي كنا عم ندرسه. يعني انا افتح فرع ثاني لالي، محامس البيرق دار، اميه بوزة اميه فتح فرع ب مشروع دمه، فتح فرع بالغزانيه، فتح ما بعرف وين فرع، المهم فعم يفتح فروع بمناطق معينه. هي توسع. انا انه افتح جيب خط انتاج جديد، هذا توسع داخلي. وسع المصنع تبعي، هذا توسع داخلي. لكن بالمقابل بالاستثمار في شيء اسمه توسع خارجي. شو هذا التوسع الخارجي وشلون بيتم؟ التوسع الخارجي بيكون انه انا اتوجه نحو شركات ثانية واعمل توسع معهم او عليهم. شلون يعني؟ في عنده شكلين. الشكل الاول عملية اندماج، يعني انا بروح على شركة تانية وبندمج معها، تمام؟ بهيك حالة انا قمت بعملية توسع سريعة جدا وكبيرة، تمام؟ او عملية الشركات القابضة والتابعة، يعني انا في شركات تشتغل بنفس مجال عملي، شركات مساهمة وناجحة وجيدة وممتازة، بشتري اسهمها شوي شوي، بشتري اسهم لسيطر عليها وضمها لالي، فبكون قمت بعملية توسع. فالاندماج والشركات القابضة والتابعة هن عمليات استثمارية بتوسع خارجي. طيب الاندماج شو هذا الاندماج؟ هلا قبل كل شيء لكم شلون بيتم الاندماج، بعدين نحكي على اشكال الاندماج. وانتبهوا، اشكال الاندماج هامة جدا جدا، حطوا تحتها ثلاث خطوط. اول شغلة، شركة الف وشركة ب، شلون بيحصل اندماج بيناتهم؟ في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول يا مناف انه الشركة الف تندمج بالشركة ب، فبهيك حالة بتزول قانونيا الشركة الف وبتنتقل موجوداتها والتساماتها للشركة ب، والمساهمين تبع الشركة الف بياخذوا بدل الاسهم تبعهم اسهم بالشركة ب، فبتكون الشركة الف اندمجت بالشركة ب. احتمال ثاني انه الشركة ب تندمج بالشركة الف، بهيك حالة المايك يا بندر. اذا الاحتمال الثاني بندر، احتمال ثاني، اذا شو هي اشكال الاندماج او كيف بيتم الاندماج؟ الاحتمال الثاني انه الشركة ب تندمج بالشركة الف، بهيك حالة بتزول قانونيا الشركة ب وبتنتقل موجوداتها والتزاماتها للشركة الف، والمساهمين تبع الشركة ب بنعطيهم بدل الاسهم تبعهم اسهم بالشركة الف. الاحتمال الثالث انه الشركة الف والشركة ب يندمجوا مع بعض ويساووا شركة جديدة اسمها الشركة جيم. فبهيك حالة بتزول قانونيا الشركة الف وبتزول قانونيا الشركة ب، وبتنتقل موجودات والتزامات الشركة الف للشركة جيم، وبتنتقل موجودات والتزامات الشركة ب للشركة جيم، والمساهمين تبع الشركة الف والشركة ب بنعطيهم بدل الاسهم تبعهم اسهم بالشركة جيم. بسيطة، المهم نحاتي حالك. نجي على الاشكال، انتبهوا لها مهمة. الاندماج له ثلاث اشكال، اما اندماج افقي او رأسي او مختلط. بدي اياكم ما تنسوا تميزوهم عن بعض. الاندماج الافقي هو يا مناف اندماج بيحصل بين الشركتين بيشتغلوا بنفس المجال. يعني اذا اندمجت شركة سيريتيل مع شركة ام تي ام، هذا بنسميه اندماج افقي. اذا اندمجت شركة شيل مع شركة موبايل تبع الوقود، هذا اندماج افقي. اذا اندمجت شركة مثلا شركة تويوتا مع شركة نيسان، هذا اندماج افقي. ميزة هذا الاندماج انه بيؤدي الى انه المنشأتين لما اندمجوا مع بعض صاروا بيشتروا احتياجاتهم بكميات كبيرة، وبيحصلوا على وفورات بالخصم،
وهن بيستفادوا من وفرات الحجم، يعني بصير التكاليف الثابتة تبعهم تتوزع على عدد أكبر من الوحدات، فبتنخفض حصة الوحدة من التكاليف الثابتة وبتزيد قدرة المنشأة على المنافسة وتحقيق الأرباح مثل ما قلنا. وبتخف المصاريف الإدارية، يعني هذا كلياته بيؤدي إلى زيادة الأرباح. يعني المنشأة هي كان عندها مصاريف دعاية وإعلان، وهي عندها دعاية وإعلان، هي عندها محاسبة وهي عندها محاسبة، هي المصاريف كلياتها بتخف، صار عندنا محاسبة واحدة، حملة إعلانية واحدة، وهذا جيد جدا. الاندماج الأفقي، بندر الاحتمال الأول اللي كنا عم نحكي، لأنه بندر راح عليها، انه الشركة ألف والشركة ب، بدنا الشركة ألف اندمجت ب، بهيك حالة بتزول قانونيا الشركة ألف وبتنتقل موجوداتها والتزاماتها للشركة ب، والمساهمين تبع الشركة ألف بنعطيهم أسهم بدل أسهمهم أسهم بالشركة ب بدل أسهمهم بالشركة ألف. هي الشغلة واضح؟ يعني يا ألف بتندمج ب، يا ب بتندمج بألف، يا ألف وب بيندمجوا ببعض وبيساووا شركة جديدة. بس ركزين على الاندماج الافقي. نروح على الاندماج الرأسي. شو هذا الاندماج الرأسي؟ قلنا الافقي واضح. الاندماج الرأسي هو اندماج بيحصل بين شركتين بيشتغلوا بعمليات متتابعة. يعني شركة رزل تندمج مع شركة نسيج. شركة استخراج نفط بتندمج مع شركة تكرير نفط. شركة دباغة جلود تندمج مع شركة صناعة جلود. هذا بنسميه اندماج رأسي. وهذا الاندماج الميزة فيه انه بيؤدي الى انخفاض بالمصاريف التسويقية والإدارية. يعني الشركة شركة الغزل ما عاد بدها تحط اعلانات وتدور على زبائن وتعمل خصم، عم تبيع كانه عم تبيع كامل انتاجها للشركه النسيج. وشركه النسيج ما عاد بدها تدور عن مصادر للمواد الاوليه، عم تاخذ كامل احتياجاتها بالمواصفات اللي بدها اياها بالوقت اللي بدها اياه من شركه الغزل. عمليه الدمج مفيده للجهتين، بتخفف من مصاريف التسويق، بتأمن الاحتياجات بالوقت المناسب وبالمواصفات المناسبة، وبتخفف من المصاريف الإدارية. هذا الاندماج الرأسي أو العمودي. النوع الثالث يا عمار اسمه الاندماج المختلط. الاندماج المختلط هو اندماج بيحصل بين شركتين ما في أي علاقة ارتباط بيناتهم، لا بيشتغلوا بنفس المجال ولا عمليات متتابعة. يعني شركة سياحية تندمج مع شركة زراعية، ما في اي علاقة، لا عمودي ولا افقي، لا بيشتغلوا بنفس المجال ولا عمليات متتابعة. بس شو الغاية من هذا الاندماج؟ قال هذا الاندماج له فائدة كبيرة، هو انه بيقلل المخاطر. لانه الشركة السياحية لو ما اندمجت مع الشركة الزراعية وحصل بسنة من السنوات ازمة امنية، انضربت السياحة لا سمح الله، فانضربت السياحة لانه ما عاد اجوا سياح من خارج بلد، خافوا على حالهم، المنشآت السياحية كلها وقفت عن العمل، خسائر بالمليارات. بينما اذا عنا شركات زراعية مدمجة معنا، الانشطة الزراعية جيدة عم تشتغل، عم نحقق ارباح، عم يصير تخفيف للخسائر وممكن تغطية للخسائر. بسنة تانية صار بالعكس، الموسم السياحي ظريف لكن الموسم الزراعي انضرب، جته مرض، جاء مرض، جاء جراد، جاء ما بعرف شو انضرب، ما في مشكلة، السياحة شغالة تمام. فتنويع المخاطر، وبالتالي هي من الغاية من عملية الاندماج المختلط. بالواقع عملية الاندماج يا بندر كثير مهمة،
لانه انت لما بتكوني لحالك وعم تعملي عمليات نمو وتوسع، كل سنه ممكن يحصل عندك نمو بمعدل 2-3-5%. اما لما بتندمجي بشركه ثانيه خلال ايام او شهر صار عندك عمليه نمو 100%. تمام؟ فهي عمليه مهمه جدا بالنسبه لإلك. ثاني شغله التعاون والتآزر، وهي بالمناسبه مهمه، سالنا عنها الطلاب وخربطوا فيها بالفحص. سالناهم سالناهم شو الـ واحد زائد واحد شو يساوي؟ 2 ولا 3 ولا 4 ولا غير ذلك؟ هلا الاجابات بالفحص اجت من كل الطلاب 1 زائد 1 يساوي 2. فمع الاسف راحت علامة السؤال. بتعرفوا الاسئله خيارات متعدده ونحن حاطين اجابه العلامتين، لانه في 50 سؤال العلامتين حاططهم قدام الاجابه اللي هو 1 زائد 1 يساوي 3. شلون 1 زائد 1 يساوي 3؟ بالرياضيات 1 زائد 1 يساوي 2، لكن بالاقتصاد لا، 1 زائد 1 يساوي 3. لما بتندمج شركتين مع بعض بتقل المصاريف الاداريه وبتزيد قدرتنا على الحصول على خصم نتيجه الشراء بكميات كبيره مثل ما قلنا، وبتتوزع التكاليف الثابته على عدد اكبر من الوحدات، فبتنخفض التكاليف وبتزيد الارباح، بينما وبتقل المصاريف الاداريه ما تنسوا. يعني اذا كان منشاه عم تحقق المنشاه الاولى 10 مليون والثانيه 10 مليون، اذا اندمجوا مع بعض رح يحققوا 30 مليون مو 20 مليون. الشغله الثالثه الحصول على التمويل. احيانا بيكون في منشاه يا عمار عندها افكار لكن ما عم تقدر تنفذها لانه ما عندها مصادر تمويل كافيه. في منشاه ثانيه عندها فائض بالسيوله لكن ما عارفه شو بدها تساوي فيهم. فاذا اندمجوا مع بعض ممكن يأملوا التمويل اللازم لعمليات التوسع. تطوير المهارات الاداريه والتكنولوجيه. انا بقول اليوم يا مين، في عندنا بدمشق بسوريا في عندنا نوعين من المؤسسات والشركات. في عندنا الشركات تمتلك الخبره، الاسم، العلاقه، المعرفه، القدم يعني الخبره، الاسم له دور، العلاقه له ايه، الخبره هذا كله له دور. مثل شركه حافظ، شركه وتار، شركه مدار للموظفات قديمه كثير والى اخره، فهذول شركات قويه. قال وفي الوقت نفسه شركات جديده مساهمه. هالشركات انشاوها رجال اعمال شباب، رواد اعمال شباب، عاملين ام بي اي وهن اختصاصاتهم مختلفه، عندهم امكانيات بالاداره هائله، عندهم امكانيه استخدام التكنولوجيا التواصل والاتصالات والتواصل مع الاسواق سواء اسواق المواد او اسواق الانتاج، عندهم قدره على تامين تواصل مع دول مثل دول الخليج لتامين بيع كامل انتاجهم باسعار عاليه، عندهم امكانيه لتامين احتياجاتهم باسعار اقل من خلال المعلوماتيه والاتصالات والانترنت. هي بتفطر عندهم لكن ما عندهم الخبره والعراقه والاسم. فاذا اندمجوا دول التنتين مع بعض هذا بيؤدي الى منشآت ذات قوه رائعه، ذات مهارات اداريه وتكنولوجيه بالاضافه للخبره والعراقه والاسم. اخيرا زياده السيوله السوقيه للسهم. اللي عمل منكم دراسه جد دراسته او الوظيفه تبعه عن سوق دمشق الاوراق الماليه يمكن ارى انه ضمن سوق دمشق الاوراق الماليه في شروط لحتى تدرج الاسهم فيها. من ضمن الشروط انه يكون الشركه المساهمه اللي بده يتم ادراج الاسهم تبعها راس مالها لا يقل عن كذا، عدد الاسهم لا يقل عن كذا، وبالتالي اذا كانوا شركتين مساهمتين مو محققين الشروط ما بيقدروا يدخلوا على سوق دمشق الاوراق الماليه ويتم ادراجه، لان عمليه الادراج ذات فائده هائله. هذا بده يؤدي الى انه يضيعوا الفرصه على حالهم. عمليه اندماجهم مع بعض ممكن
يؤدي الى زياده راس مالهم وبالتالي تحقيقهم للشروط المطلوبه للادراج بسوق دمشق الاوراق الماليه، وبالتالي بيقدروا يدخلوا على سوق دمشق الاوراق الماليه. ايضا عمليه الاندماج التحمينا من الشراء العدواني، تحمينا من الشراء العدواني. ولي شو هذا الشراء العدواني؟ عم تقول بندر مو هلا حتشوفي لسه شلون الحمايه، لسه الحمايه اقوى من الاسم تبع الشراء العدواني. اول شيء شو هذا الشراء العدواني؟ الشراء العدواني انا لما بكون شركه مساهمه وجيده وناجحه وعم بقدم منتجات حلوه وعم حقق ارباح رائعه، هالشركات الكبيره المساهمه اللي حتحط عينها علي عم تشوف قوائمي، عم تشوف ارباحي، عم تشوف منتجاتي بالاسواق، وهن عندهم فائض بالسيوله فورا ببلشوا يشتروا بالاسهم تبعي، ليصير عندهم نسبه كبيره من الاسهم فبيسيطروا علي، وبصير انا شركه تابعه وبصيروا هن شركه قابضه، وهذا غير جيد بالنسبه لإلي انه انا بصير تابع لشركه ثانيه عملاقه. كيف بدي احمي حالي من الشراء العدواني وانا سمكه صغيره؟ انا لما بندمج مع شركات ثانيه بصير سمكه كبيره، صعب ابتلاعها، صعب الشراء عدواني، التطبيق الشراء العدواني عليها، لانه عدد الاسهم كبير كثير، وحتى يسيطروا عليه بدهم يشتروا كميه كبيره من الاسهم وغير ذلك. هذا بيفيدني عن طريق الاندماج انه احمي حالي من الشراء العدواني. والشراء العدواني عملية غير مستحبة بالمالية، لذلك بتحاول الشركات المساهمة الصغيرة تحمي حالها من الشراء العدواني بعدة أدوات، بعدة طرق. أولا الاندماج اللي كنا عم نحكي عنه. ثانيا ممكن نحن نعمل حملات توعية للمساهمين تبعنا نشرح لهم فيها عن مخاطر الشراء العدواني، وكيف انه هذا بيؤدي الى اضرار بالشركة، وكيف انه الشركة الثانية بتسيطر علينا، وكيف انه وغير ذلك، لحتى نشجعهم بعدم التخلي عن اسهمهم. هلا في بعض الدول ايضا طريقة ثانية انه انا برفع دعوة على هاي الشركة يلي عم تحاول تشتري اسهمي لتسيطر علي، انه هي عم تحاول تقوم بذلك لتشكيل احتكارات، وهي الاحتكارات بتضر بمصلحة المستهلك، وهذا ايضا له حماية ببعض الدول، فمن خلال محاكم معينة ممكن ارفع دعوة وامنع هذه الشركة من الشراء العدواني. لكن بالاضافة لكل ذلك في عنا مجموعة من الاستراتيجيات يلي ممكن نتبعها لنحمي حالنا من الشراء العدواني، والاستراتيجيات بالواقع كتير حلوة لكن اسماء غريبة حتتفاجئوا وكتير مهمة للفحص. شو هن هالاستراتيجيات اللي ممكن تتبع الشركة وتحمي حالها من الشراء العدواني؟ اول استراتيجية يا بندر قال اسمها الفارس الابيض، استراتيجية الفارس الابيض. هلا لما بنحكي فارس ابيض دغري بنقول والله هاي كل بنت بتحلم بفارس ابيض يجي يخطفها على حصان وما بعرف شو والى اخره. الفكره شلون؟ يعني هي لما بيتقدم لها شخص ما بترغب فيه واهلها عاجبهم، ما هيك؟ فشلون بدها تتخلص منه؟ وفي شخص ثاني هي بناسبها اكثر، فهي لحا تروح تشجعه انه اخي لحق حالك، هذا بكره جاي يخطبني انت سبقه، انا بوافق مدري شو، لحتى تشجعوا على التقدم لخطبتها. الفكره نفسها تطبق بعمليه الاندماج. فاذا كان الاندماج لابد، عفوا السيطره لابد منها، الشراء العدواني لابد منه، فبتقوم الشركه لانه نحن شركه صغيره وكل الشركات حاطه عين علينا، فنحن بنقوم بالتوجه نحو الشركه اللي بنفضلها وبنشجعها انه تشتري الاسهم تبعنا وتسيطر علينا لحتى تقطع الطريق على الشركة الثانية، لذلك سموها الفارس الأبيض لأنه إلى نفس الطريقة. إذن استراتيجية الفارس الأبيض تبحث الشركة المستهدفة من خلالها على شركة مستحوذة أكثر ملائمة لها، هي الفارس الأبيض.
طبعا اكثر ملائمه من الشركه اللي عم تحاول تشتري لها بشراء عدواني، وبتحثها على الشراء لحتى تقطع الطريق امام الشركه المستحوذه الاصليه. هي استراتيجيه الفارس الابيض. هلا بننتقل من الافلام الرومانسيه للافلام الكاراتيه باستراتيجيه ثانيه اسمها استراتيجيه دفاع ماكمان. هي بروسلي وما بروسلي. الفكره تبعها قال هي بتنطلق من المقوله يلي بتقول ان الهجوم افضل وسيله للدفاع. فانت يا مناط لما بتلاقي شركه ثانيه عم تحاول تشتري اسهمك لتسيطر عليك، شو معك سيولة فائض؟ روح اشتري اسهم عندهم وقل لهم انا جاي اسيطر عليكم. فهي دفاع ماكمان، الهجوم افضل وسيلة للدفاع، فهذا ممكن يخليهم يتراجعوا عن الشراء العدواني. اذا استراتيجية الدفاع ماكمان تنطلق من المقولة القائلة بان الهجوم هو خير سبيل للدفاع، حيث تقوم الشركة المستهدفة بشراء حصة من رأس مال الشركة الراغبة بالسيطرة. هذا بيؤدي الى انه يتراجع عن الفكره تبعها. طبعا ركزوا معي، مهم انه تميزوهم عن بعض. رح اقول لكم هي هيك ولا هيك ولا هيك، انتم بدكم تعرفوا كل وحده شو الاسلوب تبعها. طيب هذا الفارس الابيض ودفاع ماكمان شو بتتوقعوا؟ اسم هيك استراتيجيه ثالثه. على هالنسق هاد حدا بيتوقع شيء؟ يلا سامسوكي. لا هلا بدنا نروح لعند اجنسة كريستي ونشوف استراتيجية اسمها استراتيجية الحبوب القاتلة او السامة. قولي لا هلا بدنا نسممهم لهدول اللي بدهم يجوا يشتروا الاسهم. طبعا شلون شلون الحبوب السامة؟ انا بسوي كمبيالات، هن مسمينهم اوراق تجاريه، انا بقول اوراق ماليه او اوراق، انا مسمينهم اوراق ماليه، انا بقول اوراق تجاريه. المهم بعطي كمبيالي لمنا عمار، وكمبيالي لمناف، وكمبيالي ليامين، وكمبيالي لبندر، وكمبيالي لساره. نوقف دقيقه بركي بترجع بندر، لانه حتى ما اعيد الكلام مره ثانيه. ثواني رح نتركها بركي بترجع انقطع النت عندها. ثواني دقيقتين بس او دقيقه. مش الحال يلا وقفت الدرس كمالك بدك احسن من هيك. بعيد استراتيجيه الحبوب القاتله او السامه، انا رح اسوي خمس كمبيالات كل وحده ب 10 مليون دولار، وحده لعمار، واحدة لمناف، واحدة ليامن، واحدة لسارة ساري عفوا، وواحدة لبندر. منيح كانت راحت عليك 10 مليون دولار يا بندر لو تأخرت شوي. المهم هالكمبيالات انه هدول مسحوبين على الشركة، يعني الشركة ملزمة تعطي 10 مليون دولار لكل واحد، بس مكتوب شرط هذه الكمبيالات تستحق في حال تعرض الشركة للشراء العدواني. وانا بنشر الخبر وتعو يلي بده يشتري ويسيطر الاسهم على الشركه تبعنا رح يلاقي حاله امام كمبيالات مسحوبه عليه بقيمه 50 مليون دولار. فهون رح يتردد رح يتراجع على الغالب من خلال اذا الحبوب القاتله او السامه بتعتمد استراتيجيه الحبوب السامه على خلق اوراق تجاريه او ماليه تعطي حامليها حقوق معينه تصبح سارية المفعول اذا ما حصل الشراء العدواني. فهو بيكون مات، يعني اذا اشترى نعم لا سم محطوط في الاكل. الاستراتيجية الرابعة اسمها الابتزاز المالي. يعني هي بسيطة الفكرة تبعها يا سارية، انه انا بقول للمساهمين تبعي يا جماعة انتوا وين رايحين؟ يلي بده يبيع الاسهم تبعه يشوف شو السعر بالسوق، ونحن كشركه بنشتريها منهم بسعر اكثر من اللي معروض بالسوق،
وبذلك هن ما بيقعدوا بيتخلوا عن اسهمهم للغير، الا بدهم يبيعوا بيبيعوا للشركه. فالابتزاز المالي استراتيجيه بتقوم على اساس قيام الشركه باعاده شراء كميه كبيره من اسهمها من حمله الاسهم وبعلاوه وبناء على مفاوضات خاصه. استراتيجيه اعاده الرسمله بالرفع المالي. استراتيجية إعادة الرسمنة برفع المالي، أنا لما بكون أخذ ديون من المودين الدائمين أو من المصارف، هدول ما بيطلع لهم عندي شيء أو بيطلع لهم فائدة، ما هيك؟ وبيطلع لهم إنه سدد الدين بتاريخ استحقاقه، بيطلع لهم أرباح شيء؟ لا، هدول الدائمين يا بياخذوا فائدة يا إما لهم حق بالحصول على الدين تبعهم بالوقت المناسب. انا اتحط بالنظام تبع الداخلي تبعي انه الدائنين والمصارف اللي بتعامل معها بيستحقوا حصة بالارباح في حال تعرض الشركة للشراء العدواني، فهذا كمان بيرفع. اذا اعادة الرسملة بالرفع المالي تتضمن هالاستراتيجية القيام بدفع نسبة كبيرة من الارباح الى الدائنين، تمام، وهذا بيمنع الشراء العدواني. استراتيجية المنطاد الفهدي، اسماء حلوة اه. استراتيجية المنطاد الفهدي هي قريبة لاستراتيجية السموم القاتلة، الحبوب القاتلة. شلون؟ المدراء الكبار بالشركة في عقود على تعيينهم، المدير العام، مدير الانتاج، مدير التسويق، مدير المبيعات، مدير الافراد، دول كل واحد في عقد بالتوظيف تبعه، وبالعقد حاطين انه في حال تعرض الشركة لشراء عدواني يستحق المدراء كل واحد، كل مدير يستحق تعويض قدره 20 مليون دولار. هون هذا بيمنع الشراء العدواني. اذا بالمنطاد الذهبي هي عبارة عن فقرات شرطية تضاف الى عقود عمل المدراء الرئيسيين بالشركة، تخولهم الحصول على تعويضات ضخمة في حال تعرض الشركة للشراء العدواني. دي واحدة، طاردات القرش. شو هي طاردات القرش؟ يعني اللي سمعهم ما بعرف انا من شلون سمعهم، هذا شو جاء على باله. المهم بس دول موجودين عالميا بكل مراجع بالمناسبة. طالبات القرش هي انه انا احط بالنظام الداخلي للشركة انه مجلس الادارة بالشركة مكون من دكتور احمد طباء رئيس مجلس الادارة، وعضوية عمار ومناف ويامن وساريا وبندر، وهذا المجلس يتبع ما زالت الشركة قائمة، وهو صاحب الصلاحيات الأولى والأخيرة باتخاذ القرارات، وبالتالي أي جهة تشتري الأسهم تبعنا ما حتقدر تتدخل فينا، لا حتقدر تسيطر علينا ولا حتقدر تأثر علينا. فهي اسمها طاردات القرش، يعني هالقرار الداخلي اللي بالنظام الداخلي للشركة بيخلي الناس بعيد عن الشراء تبع الاسهم تبعنا، ما استفاد شيء من السيطرة علينا. هي عبارة عن تعديلات بتم ادخالها على رقبة الشركة تعيق قدرة الشركة على التنازل عن رقابة الادارة الحالية للشركة في حال التعرض للشراء العدواني او الاندماج. طبعا هذا كل شيء بتعلق بعمليات الشراء العدواني. طبعا خلينا نحكي شوي عن الشركات القابضة والتابعة. الشركة القابضة، انا لما درست كنت طالب بالجامعة قالوا لي بالمناهج تبعنا انه انا لما الشركة مساهمة بتقدر تشتري من شركة مساهمة تانية نسبة تزيد عن 51% من الاسهم تصبح شركة قابضة وهديك تصير شركة تابعة. هيك تعلمتها. لكن اليوم بالعصر الحديث هالكلام اختلف. اليوم انا اذا بمتلك 20% او 30% او 40% من اسهم شركة تانية بكون مسيطر عليها،
وبعض الاحيان اذا كانت الشركه راس مالها كبير وموزع على الاف المساهمين، واكبر مساهم بيملك 1% من الاسهم، فانا لما بمتلك 15% او 20% من الاسهم بصير كمان شركه قابضه. الشركات القابضه لها ميزه، هي انه تخلق سلسله هرميه من الشركات يلي بتتمكن من الحصول على درجه كبيره من الرفع المالي، يعني بيرتفع معدل العائد على الاستثمار بسبب هالتشكيله هي. لكن العيب الاساسي تبعها انه ممكن تشكل احتكارات، وهي الاحتكارات بتضر بمصلحه المواطنين والمستهلكين. بيان 5 دقائق احكي فيهم عن حوكمه الشركات. في منكم ناس عملت دراسه الوظيفه عن الحوكمه؟ في حدا من الموجودين؟ ما بعرف اذا حدا منكم الموجودين، اذا لا مو مشكله. الحوكمه او الاداره الحكيمه او الادارة الرشيدة هي ترجمة لكلمة اجنبية governance، والحوكمة نشأت نتيجة الازمات المالية العالمية يلي حصلت وتكررت كل 10 سنين يصير هزة ازمة مالية. اخر ازمة مالية حصلت صار فيها خسائر بالمليارات بكل دول العالم، وخاصة بدول شرق آسيا، بدول الخليج، بأمريكا، بأوروبا. الأسواق البورصات انهارت. طب ليش؟ شو عم يصير؟ ليش بهاللحظة هاي شو عم يصير؟ هذا اللي عم يصير. فهدول المنظمات المالية العالمية الدولية لحتى تعرف شو المشكلة درست هالأزمات العالمية اللي حصلت، واشترك بالدراسة عدة جهات مالية دولية، البنك الدولي، المنظمة الدولية للتنمية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووجدوا بالخلاصة انه هي مشكلة ادارة. شو مشكلة ادارة؟ ما كل المنشآت فيها ادارة، مزبوط، كل الشركات فيها ادارة، لكن في ما تنسوا انه في تضارب مصالح، في تضارب مصالح بالشركة. عنا المساهمين أصحاب الشركة مصلحتهم الأساسية إنه يحققوا أعلى أرباح، وإنه يدفعوا للعمال أقل رواتب، وإنه يبيعوا منتجاتهم بأغلى الأسعار، ويشتروا احتياجاتهم بأقل التكاليف، وإنه يعطوا لمجلس الإدارة أقل تعويضات. هيك مصلحتهم، مصلحة مجلس الإدارة إنه يحصلوا على أعلى تعويضات ومكافآت، مصلحة العمال انه يحصلوا على رواتب عالية وحصة بالارباح. ففي تضارب مصالح. المفروض نحن نحط ننظم العملية لحتى ما يصير تضارب مصالح. تفكروا كيف وطلعوا بمبادئ حطوها بعام 1999، لا تنسوا بأي سنة. بعام 1999 تم وضع مبادئ الحوكمة، وشملت 5 مبادئ. اول مبدأ المحافظة على حقوق المساهمين. هدول المساهمين بدك تحافظ لي على حقهم بالملكية، يعني هو بيمتلك أسهم، فأنت شلون أنت مسجلهم عندك؟ بالماضي لما كان في شركة خماسية بسوريا، كان اللي شاري سهم بالشركة الخماسية بقيمة 5 ليرات سورية، 5 ليرات يعني شغلة كبيرة، لأن البيت كان حوالي 30 ليرة و 50 ليرة بذيك الأيام. المهم فكان أخذ عاطينه شهادة يمكن أحلى من شهادة الدكتوراه، وعليها الختم تبع الشركة، وعليها مكتوب سهم إلى آخره. هلأ بعد منها صارت تتوزع أسهم، لكن بشكل ورقي، يعني يعني ما فيها هالقبة هاي مثل الشهادات. بالاخير صارت لا، ما عاد في، انت بتروح تشتري اسهم، بتسجل اسمك بسوق الاوراق الماليه انه انت هالاسهم تملكها، بامكانك تبيعهم، بامكانك تشتريهم عن طريق شركات الوساطه يلي موجوده بسوريا. ايضا لازم نحمي حقوق المساهمين بالحصول على المعلومات اللي بدهم اياها بالوقت اللي بدهم اياه. ايضا لازم نحمي المساهمين ونعطيهم حقهم بالمشاركة بالقرارات اللي بتتعلق بالتغيرات الجوهرية بالشركة، مثل التعديلات بالنظام الأساسي، الاندماج،
زيادة رأس المال وغير ذلك. ثانيا، لازم نعامل المساهمين معاملة متساوية. ثالثا، لازم نمنع تضارب المصالح. رابعا، لازم نحقق الإصلاح والشفافية، يعني القوائم المالية، النظام الداخلي، مجلس القرارات، مجلس الإدارة، كلها تكون معروضة على النت، موثقة وعم تنشر بالجرائد الرسمية وغير ذلك. أخيرا، لابد من أنه نحدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة. هدول ضروري جدا حتى ما يصير إشكالات كبيرة بالشركات. هذا كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم. طبعا بقينا عندنا نحن درسين، درس بيتعلق بالتمويل ودرس بيتعلق برفع الكفاءة المالية عن طريق الأدوات المالية. هدول الجلسين كل واحدة ساعة تقريبا، ساعة وربع تقريبا منخلص إن شاء الله. فلحتى ما تتأخروا على الامتحان، بعت لكم رسالة مبارح مرة إذا قريتوها كلياتكم أو لا. عنكم هلأ ما عاد عنكم ثلاث خيارات، عنكم خيارين، لأن الشعب الأولى تقريبا بقيان له عنده جلسة بكرة وبخلصوا. إما بتحضروا مع الشعب الثانية يوم مع الشعب الثالثة عفوا، أنتوا يوم الأحد. يوم الأحد عنا جلستين، واحدة الساعة 6 واحدة الساعة 8. بالساعة 6 اللي حنعطي التمويل، الساعة 8 بنكون سكرنا المادة. بصعنا درسين نعمل فيهم مراجعة قبل الفحص. أو بتحضروها يوم الاثنين بنفس الموعد 6 و 8. تمام؟ يلي بيتعب من محاضرتين بيحضر الساعة 6 يوم الأحد والساعة 8 يوم الاثنين. حلوة. يلي ما له جلد يقعد، تمام، بيحضر الساعة 6 يوم الأحد أو الساعة 8 يوم الأحد والساعة 6 يوم الاثنين. يعني انتبهوا، لأنه الساعة 6 بدي أعطي التمويل، الساعة 8 بدي أعطي الكفاءة. فحرين عنكم، معناتها ثلاث خيارات والله، يا بتحضروا الأحد يا بتحضروا الاثنين يا بتحضروا الأحد والاثنين، بس الأحد والاثنين بتكون واحدة 6 واحدة 8. طيب واضح؟ طيب مثل ما بدكم. في عندكم اشكاليه؟ ايه مظبوط مظبوط، لان ما في علاقه ارتباط بين البحثين. ايه اوكي. طيب هذا كل شيء، بتمنى لكم يوم سعيد وبالتوفيق والى اللقاء.